مرحبا بالجميع، قناة ألفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم غادي نكملوا الفيديوهات ديالنا ديال تعلم اللغة الفرنسية اللي بديناهم يعني من انطلاقا من الحروف، والآن اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله يعني ندخلوا شي شوية الكلمات، ودائما غادي نقراو واحد النص وغادي يعني نتعلموا شي حاجه، نكتشفوا شي حاجه في اللغه الفرنسيه. وانا اول حاجه غادي نديروها وهي غادي نحاولوا نذكروا بالاشياء اللي شفنا في الفيديوهات السابقه بالنسبه للناس اللي يعني ما شافوش الفيديوهات السابقه. بدينا بالحروف طبعا وفرقناهم لي فويال لي كونسون، وشفنا كذلك لي سيلاب يعني الاصوات ملي كنجمعو كندمجو كنكومبينيو يعني كنديرو لا كومبينيزون ديال لي كونسون مع لي فويال كيعطوني دي سيلاب يعني اصوات. وشفنا كذلك بعض الحالات خاصه ديال سي وقتاش كتنطق كا، وجي وقتاش كتنطق غا، و اس وقتاش كتنطق زد. وطبعا شفنا كذلك المستويات ديال الاصوات ديال لي فويال ديال ا و او و اي او او و او و اي غريغ. طبعا اليوم غادي نشوفو يعني نزيدو شي شويه نطلعو شي شويه في النيفو. طبعا بعد ما قلنا ان اللغه كتبدا يعني بالالفابي، دونك الالفابي يعني الحروف. طبعا هاد الحروف لي هما كينقسموا لجوج لي هما لي كونسون و لي فويال. طبعا لي كونسون زائد لي فويال كيعطيوني دي سيلاب يعني سيلاب يعني صوت. طبعا هاد الالفابي غادي يكون ليا دي مو. طبعا غادي نمروا للمرحله الثانيه وهو لي مو. طبعا ملي كنقولوا لي مو يعني كنقصدوا الكلمات، يعني اي كلمه في اللغه الفرنسيه. دونك مثلا هذه لو نعتبروها سي استامو، لو دروماديير امو، اس امو، اكريا دونك امو، الوغ امو، جو امو، سوي امو، بلو امو، انسي دو سويت. يعني كاع هاد المكونات هذه مثلا في هاد لو تيكست، كاع هاد الكلمات اللي كيتكون منها غادي نشوفوا الاصناف ونشوفوا ان اللغه الفرنسيه بصفه عامه كامله مناش كتكون. وإلا بغينا نضبطوا اللغه الفرنسيه يعني شنو ممكن يعني نمشيو نبحثوا عليه، شنو الاشياء اللي نتعمقوا فيها ونعرفوها باش تساعدنا على اننا نفهموا هاد اللغه هذه ونستعملوها في الحياه ديالنا ولا في العمل ديالنا ولا في الدراسه ديالنا. طبعا هاد لي مو هادو لان اللغه الفرنسيه كتكون من يعني 10 ديال الاصناف. الا بغينا نقولوا 10 ديال الاصناف كيتسموا دي كلاس. طبعا الا قلنا دي كلاس دونك كيتسموا دي كلاس غراماتيكال. alors لي كلاس غراماتيكال يعني كيتسموا الاقسام النحويه يعني في النحو يعني اللغه. لا غرامير هو النحو ديال اللغه الفرنسيه. دونك غنحاولوا يعني نشيماتيزيو هاد اللغه الفرنسيه والمكونات ديالها بطريقه بسيطه. يعني الا اعتبرنا ان نديرو على شكل خطاطه باش نبسطو. طبعا دونك غادي نقولوا مثلا هنايا لا لونغ فرونسيز طبعا غادي نقولوا هنا لا كلاس الاولى. لا كلاس الثانيه هنا غادي نديروا لا كلاس الثالثه. وهنايا طبعا نديروا لا كلاس الرابعه. وهنايا غادي نديروا لا كلاس الخامسه. في نفس الاتجاه كذلك غادي نديرو لا كلاس السادسة، لا كلاس السابعة، الثامنة،
et la classe تسعة et la classe يعني العشر. دونك 10 ديال الاقسام 10 ديال لي كلاس اللي كتكون هاد اللغه الفرنسيه كامله. دونك الا ضبطناهم عرفنا فيهم عرفنا شنو العلاقه بيناتهم غادي يسهل علينا، يعني باعتبار انني فقط كنعرف الحروف وكنشوف بعض الكلمات وما كنفهمهمش وما كنعرفهمش ما كنعرف شنو العلاقه بيناتهم. طبعا ملي تنقولوا لي كلاس غراماتيكال يعني كنتكلموا على لي مو، ممكن نلقاو كذلك هذه الكلمه هذه او هذا دونك لي لا ناتور سيتادير لوريجين يعني الاصل سيتادير النوع ما الى ذلك ديال هذه الكلمات. طبعا انا قسمتهم على يعني جوج ديال يعني شقي. دونك هذا الشق هذا غادي نسميوهم لي مو فاريابل، وهادو غادي نسميوهم ان فاريابل. طبعا فاريابل كتعني يعني متغيرات وهذه غير متغيرات. طبعا اشنو كنقصدوا بهذا الشيء كامل غادي نشرحوه. دونك هنا المتغيرات يعني الا بغينا نقولوا هذا هو الاصل هذا هو لا باز ديال اللغه الفرنسيه. اول حاجه هما لي نو، لي نو وهما الاسماء، الاسماء يعني جميع الاسماء كينتميو لواحد لا كلاس سميتو لي نو. وهاد لي نو هادو متغيرات، وغنشوفو شنو معنى متغيرات. متغيرات طبعا هاد كلمة متغيرات يعني فاريابل المقصود ديالها هما انهم كيتغيروا من ناحية لو جونغ اي من ناحية لو نومبر. شنو المقصود يعني شنو هو لو جونغ؟ لو جونغ وشنو هو لو نومبر؟ لو نومبر هو العدد ولو جونغ هو يعني الصنف. طبعا ملي تنقولوا العدد كاينين جوج، كاين الاس وكاين البي. اس يعني سينغولي يعني المفرد، والبلوريال يعني جوج فما فوق يتسمى الجمع. بالنسبه لو جونغ كاينين دو، كاين الاف وكاين الام. الاف كتعني فيمينا والام كتعني الماسكولين. الماسكولين يعني مذكر. طبعا هذا الصنف هذا هذه المجموعه هذه كلها يعني كتغير، كتغير من ناحية الصنف، كتغير من ناحية العدد، وكتغير من ناحية يعني البيرسون. طبعا ممكن نقولوا البيرسون يعني الشخص غادي يكون إما البيرسون الأول الثاني الثالث، وإما واش المفرد ولا الجمع ديالو. وكذلك الجروب، جروب يعني المجموعة بالنسبة للأفعال. لي مود لي طون هاد الأشياء كاينين عندهم علاقة بلا كونجيغيزون يعني ديال الصرف والتحويل. عفوا طبعا هاد لي فاريابل هادو كاينين خمسة ديال لي كلاس، خمسة ديال الاصناف، خمسة ديال الاصول ديال اللغة الفرنسية. يعني هاد العشرة هادو الا ضبطتهم بحثت عليهم بحثت فيهم مزيان حاولت نضبطهم نلقى لا غولاسيون بيناتهم. حنا غادي نشوفو باغ اكزومبل هاد لو تيكست هذا، يعني مثلا هاد لو تيكست راه كيتكون يعني انا غادي نشوفو غنستعملو واحد الماركور باش نلونو يعني هاد الاصناف هادو. غادي تشوفو بان لو تيكست كيكون هو خليط مجموعه ديال هاد الاصناف هادي في واحد يعني قواعد كتربط بيناتهم لا اقل ولا اكثر. يعني الامر بسيط جدا، ان اللغه سهل باش انني نفهمها ما الى ذلك. دونك عندي لي نون اسماء، من بعد لي نون عندي لي نسميوهم ديتيرمينون، من بعد لي ديتيرمينون عندي لي زادجكتيف، من بعد لي زادجكتيف عندي لي برونون، ومن بعد لي برونون عندي لي فيرب. لي فيرب يعني افعال. طبعا هنايا لي فيرب هما الافعال، لي برونون هما الضمائر، ولي زادجكتيف هما الصفات والنعوت، ولي ديتيرمينون هما المحددات. يعني في الجانب الاخر ديال
les invariables غير متغيرات كاين عندنا لي بريبوزيسيون. بريبوزيسيون هما جميع حروف الجر، جميع حروف الجر لي زادفيرب. لي زادفيرب يعني ظروف، يعني ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف طريقة، ظرف الوسيلة. غنشوفو هاد الأشياء كاملة إن شاء الله. عندنا كذلك لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون هما أدوات يعني الربط والعطف. غنشوفو. وكاين كذلك لي كونجونكسيون de coordination. طبعا طبعا السوبوردناسيون كيتستعملوا في الجمل المركبه، والكوردناسيون كيتستعملوا فقط في يعني في جمل الربط او في الجمل البسيطه. دونك كوردناسيون كتعني الربط والعطف، والسوبوردناسيون كيعني الجمل المساعده، يعني جمله تساعد جمله في المعنى ديالها باش تكتمل. غنشوفو في الجمل المركبة هادشي هذا إن شاء الله. وآخر حاجة سون لي زانترجيكسيون. ألوغ لي زانترجيكسيون هما الكلمات اللي بحال مثلا كيعبرو على إحساس، مثلا أي أو أو لا لا. دونك سو سون دي زيكسبرسيون اللي كيعبرو على دي سونتيمون، كيعبرو على دي يعني سوربريز. دونك يتسمو دي زانترجيكسيون. يعني هاد اللغة الفرنسية فيها تسعود عفوا فيها عشرة ديال الأصول، اللي هما لي نو، les déterminants, les adjectifs, les pronoms, les verbes, les prépositions, les adverbes, les conjonctions de subordination, les conjonctions de coordination et les interjections. Donc, هاد الكلمات هادو طبعا الى اعتبرنا ان مثلا غادي نلونو ان لي نو غادي نلونوهم بهذا اللون هذا، وان لي ديتيرمينون دونك نخليو لي ديتيرمينون نشوفو باغ اكزومبل لي فيرب لونهم بالاخضر. شوفوا لي ادجكتيف، لي ادجكتيف لونهم بهذا اللون هذا، ولي برونون لونهم بالازرق. دونك غنعتمدوا على اربعه. غنشوفوا في هذا لو تيكست هذا، غنشوفوا هاد الاربعه هادو اللي هما les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes. يعني باش تفهموا بان دائما النص كيكون هو فقط تركيبه ديال هاد الكلمات هادو، هاد المكونات والعلاقه بيناتهم. طبعا شنو العلاقه بينات هاد الكلمات؟ غادي يعني نشرح باختصار. طبعا هادو الاسماء، يعني اسم. هاد الاسم هذا لا بدلو من محدد، يعني ممكن نقولوا محدد يعني كيحدوا، سواء انه كيحدوا في العادات، سواء كيحدوا في التعريف، سواء انه كيحدوا في يعني في شي خاصيه، يعني كيكون تحديد، كيتسموا المحددات. وغادي نشوفوا التفاصيل ديالو. يعني هاد لي نو محتاجين لي ديتيرمينو، هاد لي نو محتاجين اشياء اللي باش نوصفوهم. طبعا تنوصفوهم دي زادجكتيف، لان ديجا كلمه ادجكتيف، اد كتعني تضاف، وجيكتيف كتعني لي نو يعني باللاتينيه، لان الاصل ديال اللغه الفرنسيه او اللغات الاوروبيه لاتينيه. دونك هنا ادجيكتيف يعني صفات نعود تضاف الى الاسماء، تصف هذه الاسماء ما الى ذلك. لي برونو، طبعا برونو، برو كتعني تعوض، نو برونو يعني هي ضمائر، والدور ديال الضمائر هي كتعوض الاسماء. وهذا الامر هذا ظهر يعني في الاسم ديالنا، ملي كنقولوا برونو، برو كتعني غومبلاس، نو غومبلاس لي نون. دونك برونو يعني غومبلاس لي نون. دونك هادو اي غومبلاس، يعني بحال كنقولوا كيساويو، كيساويو هاد لي نون. لي فيرب يعني افعال، هادو يعني كنقولوا دي زاكسيون، دي زاكسيون ولا دي زيتا، هادو افعال. يعني هاد لي نون ولا هاد لي برونو كيديروا هاد الافعال هادو. دونك حنا عكسناها شي شويه باش نفهموا اكثر. دونك هاد الاسماء محتاجين لدي ديتيرمينو كيحدوهم. هذا لا غولاسيون مع هادو دائما كتلقاها، يعني كنلقاو لي ديتيرمينو مع لي نون. لي ادجكتيف كيوصفوا لي هاد لي نون، وغنشوفوا هادشي هذا في التفاصيل. لي برونو كيعوضوا لي هاد لي نون، ولي نون اي لي برونو اي في دي زاكسيون، يعني كيديروا افعال، يعني كيقوموا بافعال اولا كيوقع عليهم يعني الفعل.
هادشي غنشوفوه ملي نهضروا على الجمله ونهضروا على لي فونكسيون غراماتيكال. اليوم غادي نشوفوا فقط لي كلاس غراماتيكال، يعني الدرجه الاولى او المستوى الاول. يعني خصنا نفهموا هادو من بعد ملي نبداو نقراو الجمل، نركبوا جمل، حنا نختاروا الجمل وحنا نصنعوا الجمل كيف الطريقه اللي بغينا بالاعتماد الا كنا فاهمين هادو. يعني يكفي انني نكون فاهم هاد سميتو لا غولاسيون بيناتهم، العلاقه بيناتهم. ممكن نزيد نكمل باش نوضح لكم اكثر. لي بريبوزيسيون، طبعا لي بريبوزيسيون هما حروف الجر. هاد لي بريبوزيسيون كيتستعملوا اما كيكونوا كيعطيوني يعني عندهم علاقه بلي فيرب، مرتبطين بلي فيرب افعال، او مرتبطين بامكنه. هادشي غادي نشوفو. لي زاد فيرب، طبعا اد فيرب، هاد اد فيرب معناتها كلمات تضاف الى لي فيرب، الدور ديالها كتعطينا المعنى ديال لو فيرب، يعني كتعدل ليا المعنى ديال لو فيرب. غنشوفو هادشي هذا بالتفاصيل. ولي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون اي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، هادو كلمات ادوات الربط كيتستعملوا في العبارات ملي كنبداو نجمعوا جمله مع جمله ولا عباره مع عباره. وهاد الكلمات طبعا كلمات مستقله وحدها كتعبر على دي سنتيم. لي اساسي هو انني نفهموا هاد الخطاطه هادي يعني مزيان. دونك ان لي نون محتاجين دي تيرمينون كيكونوا معهم، هادشي غنشرحوا لكم بالتفاصيل. لي ادجكتيف كيوصفوا لي هاد لي نون، لي برونو كيعوضوا هاد لي نون، ولي نون اي لي برونو اي في دي اكسيون اي في دي زيت، يعني هما اللي كيديروا دي فيرب ولا كيوقع عليهم الفعل. وهاد لي فيرب محتاجين لدي بريبوزيسيون اي محتاجين لدي زادفيرب، وهاد لي زادفيرب يعني كي عندهم علاقه مرتبطين بالفعل افعال. هاد لي كونجونكسيون كيتستعملوا فاش الجمل، ملي غادي نوصلوا للجمل غادي نهضروا على هاد الجوج هادو بشكل اكثر. ولي زانترجيكسيون يعني كلمات مستقله كنلقاوها كتعبر على سميتو معاني ديال السوربريز ديال سونتيمون، وغادي نوريكم كل سير. طبعا باعتماد على هاد الالوان هادو، الا شفنا عفوا شفنا هاد النص هذا، دونك اعتبرنا خدينا هاد النص هذا مثلا، دونك قلنا ان الاسماء غادي نلونهم باللون يعني لورانج. نا غادي نشوفو غادي نفهمو بان النص عباره عن هاد التوليفه او التركيبه ديال هاد الاصناف هادي فقط لا غير. يعني اللي بغى يضبط اللغه الفرنسيه يضبط هاد العشرة ديال الاصناف. اول حاجه دونك عندنا لي نو، كلمه دروماديغ ان نو، طبعا شوز ان نو، شاف ان نو، فامي ان نو، دونك كتنتمي لي نو، دروماديغ اوسي، شامو، سيركل. دونك هادو كلهم عبارة عن أسماء. هذا الصنف الأول اللي شفنا. دونك الصنف الأول هو لي نو. طبعا لي ديتيرمينو باش انا ما عنديش الالوان اكثر غادي نسطروا عليهم. دونك لي ديتيرمينو غادي نسطر عليهم باش نكملوا هاد الخمسه هادو في النص. دونك لي ديتيرمينو طبعا هذا ديتيرمينو، ديتيرمينو ديتيرمينو déterminant 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 donc هنا كيف قلنا بان الدور ديال لي ديتيرمينو il détermine le nom، يعني كتكون حداه تابعه. وهادو كاينين اصناف الا ضبطتهم يعني غادي نضبط، الا ضبطت هاد لا كلاس مزيان نضبط لو نون كذلك ونضبط لي زادجكتيف وانا غادي. دونك لاحظوا مزيان هادو كل دائما كنلقاوهم حدا حدا لي نون، الدور ديالهم هو انهم كي ديتيرمينيو. متى نقولوا كي ديتيرمينيو مثلا هاد دروماديغ، يعني هنايا كلمه معرفه. لماذا؟ لان هاد لو اللي هي ارتيكل ديفيني الدور ديالها il définit ou la tengolo il détermine had dromadaire. Mais si on dit le dromadaire ça veut dire qu'on a un dromadaire qu'on a droit
يعني سابقا، لأن هذا فقط تتم يعني تتم النص. وغادي نشوفوا دابا الصنف الثالث اللي هو لي زادجيكتيف. طبعا غادي نلونوه باللون، لونوه بهذا اللون هذا. دونك لي زادجيكتيف، جو سوي لو بلو جون، طبعا جون سي ادجيكتيف، فور ادجيكتيف، je sais faire plus de choses que toi, c'est moi qui dois être le chef. Alors les anciens de la famille s'avancèrent et dirent, montrez-nous donc ce que vous savez faire. Et tous les dromadaires et les chameaux se ressemblèrent en un grand cercle. Donc grand, c'est adjectif. Yani hnaya had kalimat hado huma ou had simf hada huwa les adjectifs. Les adjectifs huma sifat. طبعا هنا الا قلنا لو دروماديير، طبعا هادي ديتيرمينو ال ديتيرمين هاد دروماديير اللي هو هاد لونو، هاد لونو هذا محتاج لصفات يوصفوه. طبعا ملي كنقولوا هنايا هاد دروماديير سي كريا، الوغ يعني هاد لو دروماديير تكلم هضر، اش قال؟ جو سوي بلو جون، انا اكثر منكم شبابا. طبعا هاد الشباب هي صفه كتوصف هاد دروماديير. دونك الا عقلتوا على على الخطاطه على هاد لو شيما، كيف قلنا قلنا ان هاد الصفات كتوصف لي هاد الاسماء. هذا دونك من بعد غادي نشوفو باللون الازرق لي برونو لي الدور ديالها كتعوض ليا لي نو. طبعا هنا لو دروماديير سيكريا، يعني هنايا هاد يعني الجمال دروماديير سيكريا مانيتا صراخه صراخه. هنا ذكرنا اولا كلمه دروماديير، من بعد احتجنا دروماديير وما ما بغيناش نستعملوها، لان الا استعملنا غادي يكون عندنا التكرار. دونك شنو خصنا؟ خصنا دي برونو. طبعا هنا فاش قال لنا جو راه كيقصد هو دروماديير، يعني عوض حنا نعاودوا كلمه دروماديير لا، درنا ان برونو. والدور ديال لي برونو هو انهم كيعوضوا لي هاد لي نو. ها هي جو اللي هي كتعني دروماديير. Moi je suis plus jeune que toi. طبعا toi كي هضر مع لا مع الشامو je عاوتاني قال له je suis plus fort que je sais faire plus de choses que toi. Toi عاوتاني donc كتعني c'est moi. ها هي c'est moi qui doit طبعا qui كذلك c'est pronom être le chef. Alors les anciens de la famille s'avancèrent et dirent montrez-nous donc ce que vous savez à point faire. Donc vous كيقصدوا به لي دروماديير، مونتخي نو، نو سي لي دروماديير ولا لي شامو أوسي، دونك سون دي برونو. إي تو لي دروماديير إي لي شامو سو روسومبلير أون أن سيركل. دونك هادو كيتعتبرو دي برونو، يعني كيعوضو ليا لي نو. وهذا هو الأسماء ديالهم. يعني شنو بقاو لينا هنايا؟ بقاو لينا طبعا pardon donc نزيدو نكملو لان مازال عندنا دي برونو. دونك عندنا pardon عندنا سو طبعا عندنا سو سي سو سي ديتيرمينون سي بريزونتاتيف. عندنا يا سو كذلك سافونس اس يعني نقدروا نسو aussi عندنا هنايا لا نسينا واحد لا دونك اللي هي ارتيكل دو لا وعندنا دو سي بريبوزيسيون اللي نشوفو من بعد. دونك نشوفو لي فيرب. لي فيرب عندنا هنايا سي كريا كريا عندنا جو سوي انا جو سوي انا سوي aussi انا جو سي فير جوج وانا اي وانا دوا وانا اتر دوا اتر انا لي زونسان دو لا فامي سا افونسي دونك افونسي اي دير انا مونتري انا سافي فير وانا هنايا سو راسومبلير يعني كيتجمعوا اون غران سيرك داكور. دونك هنا لاحظوا مزيان اننا بدينا كان يعني لو تيكست بدا كي كنقولوا كنلونوه كامل، لان الكلمات اللي قلنا يعني طبعا لي اونسيان دونك لي زونسيان طبعا لي زونسيان سي سو سون دي ادجيكتيف
Donc les adjectifs. Les adjectifs. طبعا هادو اللي بقاو ce sont يعني إما des adverbes, إما des prépositions, إما des conjonctions. إما des pronoms, إما des déterminants aussi لأن كاين بزاف ديال يعني حنا ما حاولناش نديرو كل شيء فقط أن تنقولوا اللي باينين باش نبينوا بأن لو تيكست كيكون هو واحد التوليفة ما بين هاد الأصناف هذه كاملة. طبعا إلى بغيتو نزيدو نوضحو كذلك مثلا لي بريبوزيسيون غادي نسطرو عليهم جوج سطوره دونك باش ولي زادفيرب غادي نديرو حداهم كروه وهاد لي كونجونكسيون غادي نديرو حداهم مثلا دائره داكور دونك قلنا لي بريبوزيسيون غادي نسطرو عليهم جوج سطوره دونك لي بريبوزيسيون طبعا جوج سطوره بريبوزيسيون يقدروا يكونوا اوسي دي برونو دونك غادي نشوفو من بعد دو préposition les adverbes ben je vous vois chez il y a des adverbes oui donc on a des adverbes donc c'est alors ce sont des adverbes طبعا هنايا que toi sont des pronoms donc ce que aussi باش نحاولوا نكملوا les pronoms دابا غادي نشوفوا les conjonctions de subordination غادي ندورو عليهم بجوج طبعا عندي هنايا هادي ces conjonctions de coordination عندي aussi donc عندي et طبعا tous ces pronoms ces pronoms et adjectifs donc à la table aux pronoms وكما تلاحظون ان تقريبا النص يعني على حساب يعني الاصناف اللي كاينين تلون كامل هذا كيدل على ان اللغه الفرنسيه الى ضبط هاد العشرة ديال الاصناف 10 ديال لي كلاس غراماتيكال غادي نضبط اللغه الفرنسيه بشكل كبير يعني غادي نضبط الكلمات ديالها وغادي تشوفوا من بعد اننا حنا غادي نوليو نتحكموا في هاد الاصناف هادو ونصايبوا الجمل كيف بغينا والطريقه اللي بغينا ونكتبوا جمله كبيره ونكتبوا الجمله بتحكم ونعرفوا فقط اننا نعرفوا هاد الاصناف هادو هاد لي كلاس غراماتيكال ونعرفوا التركيبه ديال الجمل من بعد ان شاء الله وهذيك الساعه غادي يعني نوصلوا غادي يعني نضبطوا اشياء ومن بعد عاد نشوفوا الامور اللي كتعلق بالمعنى طبعا هنا ما هضرناش على المعنى فقط هنا هضرنا على كل كلمه شنو كتعني وباش نفهمكم بان اللغه الفرنسيه راها يعني سهله ماشي شي حاجه صعيبه فقط انها كتعتمد على بعض القواعد وبعض الاشياء اللي هي مضبوطه ملي تنقول اشياء مضبوطه لان يعني شحال من شخص مثلا يعني كيشوف هذا النص هذا كيبان له شي حاجه غريبه ولا شي حاجه عجيبه الوغ هو فقط يعني توليفه تركيبه يعني بنيات تصاميم ديال الجمل وكلمات كل كلمه كتحترم القواعد ديالها مثلا هنايا هذه الجمله هذه غادي نقراو هذا النص هذا ونشرحوه شي شويه بهذا المعنى باش تفهموا كيفاش ان كيولي عندي نص انطلاقا من هاد الجمل هاد يعني مثلا نقراو هاد لا بارتي هاد لو دروماديير سيكريا الو لو دروماديير طبعا دروماديير سو سون دي نون اسم وهاد لو نون يعني اسم مذكر دونك عندي هاد لو هي ديتيرمينون سيكريا يعني صرخ يعني غوت يعني كنقولوا سيكريا وهاد سو يعني هذا سي ان برونون مع لي فيرب تيكون مع لي فيرب تيتسموا دي برونون دي فيرب برونومينو دي فيرب برونومينو يعني افعال اللي كيكون فيهم المفعول في يعني كيف تنقولوا الفاعل هو المفعول به
لأن الجملة فيها ثلاثة ديال الأمور الأساسية، ثلاثة ديال المكونات الأساسية، ثلاثة ديال العناصر اللي هو الفعل، وعندي الفاعل وعندي المفعول به. دونك هنا من الأفعال اللي كيكون فيهم هاد السو كيتعتبروا سون دي فيرب برونومينو، غنشوفهم من بعد. ألوغ يعني ظرف، ألوغ كتعني الظرف، الظرف ديال أش، لاش هادي لأن أدفيرب الدور ديالها جات مور الفيرب، طبعا هذا ديتيرمينو جا مع الاسم، هذا برونو يعني مرتبط باش بالفيرب، وهذا الفيرب محتاج الادفيرب، ادفيرب ها هي يعني هذا الفيرب هذا ديال سيكريا صراخة وقتاش. الوغ انا ذاك يعني كتعبر هذا ديال الزمان. هنا نكملوا، طبعا عندي هنايا تيغي يعني تا ديالوغ، شنو قال هذا لو دروماديغ ملي غوت صرخ مع الى ذاك، جو سوي بلي جون كو توا. طبعا هنا دار واحد المقارنه ملي كنلقاو دي زيكسبريسيون كوم سا بلو كو، يعني راها مقارنه، يعني قارن راسو هاد دروماديغ مع لو شامو. شنو قال له؟ قال له انا، شكون هاد انا؟ انا هو لو دروماديغ، وهادي سي ان برونو، والدور ديال لي برونو اي غومبلاس لي نو، ها هي. وهاد لي برونو كيس كيل في، يعني ال في دي فيرب، يعني كيكونوا دي سوجي، هما كيكونوا اللي كيديروا الافعال، كيديروا فعل، كيديروا اكسيون، ولا كيعبروا على واحد ليطا. اش قال له؟ قال له انا جو سوي، انا جو سوي سي هو فيرب اتر، اتر يعني من الوجود، من الكينونه ما الى ذلك. بلو جون كو توا، قال له بلو جون اكثر منك شبابا. جون سي ادجكتيف، هاد جون صفه، صفه كتوصف ماذا؟ كتوصف هاد جو، وشكون هاد جو؟ هو دروماديغ. دونك الى رجعنا لهنايا لهاد الخطط اللي قلنا، هو غادي نلقاو بان يعني هاد الاسماء محتاجين ديتيرمينو، هاد لي هاد لي ادجكتيف كيوصفوا لي هاد الاسماء، وهاد الاسماء محتاجين يعني ضمائر اللي كيعوضوهم، وهاد الاسماء ولا هاد الضمائر هما اللي كيديروا دي فيرب. دونك هادو اساسيين. دونك هنا بلو جون كو توا، اي طبعا هنا هذه جمله، وبغينا نعطفوا هذه الجمله ونقولوا نفس الامر ونفس الحاجه، يعني بنفس التركيبه الجمله نفس الشكل. طبعا درنا كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي هي كتعني اي، اي اللي كتعني واك اكسبريم لاديسيون، لاديسيون يعني الواو ديال العطف ولا ديال وا ولا ثم في اللغه الفرنسيه. دونك اي جو، ها هو عاوتاني غيعاود لي نفس الجمله، اي جو لي هاد جو اللي هي برونو اللي كتعوض لي هاد دروماديغ كيف قلنا في الخطاط. سوي عاوتاني لو فيرب، وهاد لو فيرب شكون اللي دارو؟ دارو ان برونو اللي هو هذا جو. بلو فور، فور سي ادجكتيف، يعني هاد فور كتعني القوه، كتوصف لي هاد جو هذا اللي هو دروماديغ. جو سي فير، طبعا عاوتاني هذا لو برونو جو، وهنايا الفعل. بلو جو سي فير يعني كنعرف ندير، نقوم باشياء اكثر منك، دو شوز، شوز يعني اشياء اللي هو اسم، كو توا منك انت يعني دو دي برون. سي موا كي دوا اتر لو شاف، قال له انا اللي خصني نكون لو شاف، نكون شاف. الوغ اذن انا داك، دونك سا سي ادفيرب ديالاش اذن، يعني في هذيك الوقيته، في هذاك الزمان، في هذيك اللحظه. Les anciens de la famille, les anciens هما بحال كنقولوا الاصول، يعني الاجداد، الناس الكبار، يعني ملي كيوقع شي خلاف ولا شي حاجه كيدخلوا الناس الاصول كنقولوا de la famille, les anciens de la famille. دونك هنا alors les anciens، طبعا هاد انسيان احتاج لماذا؟ احتاج لدي برونو، احتاج لديتيرمينو، هذا هو الدور ديال ديتيرمينو. هاد les anciens de، هاد دو سي بريبوزيسيون، بريبوزيسيون ملي كيكون عندي هنايا اسم وكيكون عندي هنايا اسم اخر، ملي كنقولوا لي زونسيان دو لا فامي، هذا نو وهذا نو وبيناتهم بريبوزيسيون، دونك هذا كيتعتبر كومبليمون دو نو، بحال ديك المساله اللي كنقولوا في العربيه ديال المضاف والمضاف اليه. لي زونسيان دو لا فامي يعني هذه كتربط ليا مع هذه بريبوزيسيون. اس سي لو برونو، افونسير سي لو فيرب. دونك سالات هنايا الجمله، يعني سالات جزئيا، غنعطفوها على جمله اخرى. اي دير، يدير لان هنايا هو، ودائما لاحظوا مزيان هنايا ملي كتكون هادوا، يعني بحال كيكون عندي ميزان، يعني نفس المقياس ديال الجمله الاولى كيساوي المقياس ديال الجمله الثانيه. طبعا هنايا في هذه الحاله عطفنا هذا الفعل، هذا هو افونسي مع دير، اولا نعطفوا جمله بنفس التركيبه مع جمله اخرى بنفس التركيبه. مونترينو، دونك مونترينو قالوا بين لينا، طبعا هنايا هذا البرونو وهذا الفيرب. دونك لاحظوا مزيان هاد دونك ce que vous avez, vous savez faire. Donc c'est conjonction de subordination. Subordination يعني تا هاد الجملة هادي محتاجة لجملة أخرى مساعدة تساعدها. في هاد الحالة محتاجة لهاد النوع، من هاد النوع ديال هاد لي كونجونكسيون، يعني أدوات
أدوات يعني المساعدة اللي باش تصبح جملة صحيحة كاملة، كتكون من شقين، الشق الأول كيكون أساسي والشق الثاني ثانوي، ولكن ضروري الكمالة ديال هذه الجملة، لأن إلا حبسنا هنا حد دونك وقلنا مونتخي نو، مونتخي نو كوا دونك، يعني مازال محتاجة شي حاجة، وهنا دونك مونتخي نو دونك سو كو فو سافي فيغ، قال له بين لينا ورينا داكشي اللي كتعرف دير أو كتعرف تقوم به. اي تو لي دغومادير، يعني في هذيك اللحظه تو لي دغومادير، جميع يعني لي دغومادير، اي لي شامو، طبعا هنايا لي شامو تعطفات على لي دغومادير، نفس سو غاسومبلير اجتمعوا، يعني هما اون ان غون سيركل، يعني اون ان غون، طبعا هاد ان سيركل، سيركل هي دائره حددناها بان واحد دائره، وهاد الدائره اللي هي هذه لي نون وصفناها بهذه الصفه هذه، دونك على حسب التركيبه اللي قلنا، وهذه بريبوزيسيون، يعني برونون يعني كيلعب الدور ديال بريبوزيسيون في هذه الحاله هذه. دونك نتمنى طبعا هذه الخطط هذه دائما غادي نرجع ليها، اللي هي كتكون كنسميها انا الشجره ديال اللغه الفرنسيه. بغيتي تضبط اللغه الفرنسيه، ضبط هادو، ضبط الاسماء، ضبط لي ديتيرمينون، ملي كنقولوا ضبطهم يعني غادي تشوف الانواع، تشوف التركيبات ديالهم، لي غروب ديالهم، لي ادجكتيف، لي برونون، لي فيرب، وانا عطيتك لا ريلاسيون ما بيناتهم، لي بريبوزيسيون، لي ادفيرب، لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون اي لي كونجونكسيون دو كوردينياسيون اي لي انترجيكسيون. مالوروزمون ما لقيناش دي انترجيكسيون دي اكسبرسيون، مي في نصوص اخرى، فيديو اخرى ان شاء الله غادي نشوفو. دونك غادي نعاود هاد التلخيص اولا كيف تنقولوا مختصر ديال هاد الخطط هادي المهمه. دونك عندي هنايا اللغه الفرنسيه، عندي هاد العشرة، عندي الخمسه متغيرات، ملي تنقولوا متغيرات غادي نلقاو الفيمينا الماسكولا، ونلقاو سينغولي والبلوريال ديالها، وغادي نلقاو لي بيرسون وما الى ذلك بالنسبه لي فيرب. دونك عندنا لي نون اسماء، وهاد الاسماء محتاجه لدي ديتيرمينو محددات، وهاد الاسماء محتاجه لصفات اللي توصفها، وهاد لي برون، هاد الاسماء محتاجه لضمائر اللي تعوضها، وهاد لي نون وهاد لي فيرب كيديروا دي اكسيون، وهاد لي فيرب يعني باش ننتقلوا من يعني الشيء اخر اولا كيف تنقولوا بوزيسيون واحده اخرى، محتاجه لدي بريبوزيسيون حروف الجر، وهاد لي فيرب هادو محتاجه الكلمات اللي توصفها، دونك خاص هادي زاد فيرب، وهاد الجمل يعني محتاجه العبارات ديال الربط او جمل يعني عبارات ديال العطف، وكذلك اخيرا كلمات ديال الاحساس اللي هي مستقله ما مرتبطه بحتى شي جمله اخرى او لا بشي كلمه اخرى. الفيديو ديالنا هنا سالا، قناه الفا تي بي كتشكركم، ميرسي، يا تري بيانتو. ما تنساوش يعني الا عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناه، كومونتيو يعني عبروا على الاشياء اللي مثلا اللي محتاجينها او لا، وممكن يعني نديروها ان شاء الله في فيديوهات، ناخذوها بعين الاعتبار ون يعني نقدموا حلول للناس اللي عندهم مشكل في اللغه الفرنسيه. وطبعا ميرسي، يا تري بيانتو في فيديو قادم ان شاء الله.